ايه اسرع طريقه البنت تنشف بيها المانيكير بتاعها؟ بتاع ده ريحته صعبه قوي. لا مفيش طريقه. استنى. دي عارفينها، دي معروفه. مين شاف ايه؟ حط ايديها في ميه بتلج. ممكن تحط ايديها في الفريزر. مايكرويف. قريتها على النت دي. مش عارف في هدومها مثلا؟ اي دون. ما تساليش راجل، البنات عندهم اسرع واسهل حلول زي فوتت نانا الترا الجديده بخاصيه الجفاف السريع لامتصاص فوري عشان تتحركي براحتك. نانا مفيش حاجه توقفك.